بضغطة زر بيشوف هالذكريات على التلفزيون. هناك أكثر من 10,000 مقال ذكرت فيها كلمة سوشيال ميديا. فشو اللي يصير؟ بيطلع لك ماريو في الغرفة وبعدين بيلعب معك، يمكن يسولف معك في المستقبل. ولكن هالاختراع لم يفعل إلا في عام 2007، ويقابل وزن آخر لكنه يحلق في الفضاء الخارجي. نعم، حتى اليوم حصاد الكاكاو يتم باليد مش بالآلات. حتى الحشرات ما سلمت من سباق التسلح، فحاليا يتم تطوير حشرات سايبورغ للتجسس. في التاريخ الإسلامي اشتهر سيف صلاح الدين، مثل البرج اللي بتسويه شركة اسمها أكرونيك في نيويورك. هذا البرج بينتهي بناءه في 2062، يعني بعد وقت. الهايبر لوب هو أحدث وسيلة للنقل في المستقبل كما يقول المتخصصون، ويعتقد بأن العمل به سيبدأ خلال السنوات العشر المقبلة. هذه السيارة لها شكل معين وأجزائها مرتبة بطريقة علشان تسير على الشارع. أعلنت أوبر مؤخراً تعاقدها مع مارك مور، أحد خبراء الهندسة السابقين في ناسا، ليقوم بتطوير خدمة تدعى إليفيت، تحمل ركاب في داخلها وتتخطى كل زحام الشوارع لتنطلق بسرعة تتراوح بين 240 و400 كيلومتر في الساعة. بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم تواصل مستمر، والدماغ هو المدير اللي يستلم التقارير، تقارير الموظفين اللي هم أعضاء الجسم في هذه الحالة. قاموا بفحص أدمغتهم بالفانكشنال MRI أثناء اللعب، فوجدوا أن الاتصال بين المناطق الخلفية والأمامية للدماغ قوي أكثر من الناس العاديين بمجرد الضغطة على زر.